بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في مقاييس النزعة المركزية أو الموضع بمشيئة الله. حنأخذ الآن الوسيط. وسيط راح نقول عليه ميديان. الجميع معاي، الصوت والصورة واضح؟ الصوت والصورة واضح؟ طيب، الوسيط، كيف تعرف الوسيط؟ حنقول إيه؟ عند ترتيب البيانات تصاعديا أو المعلومة، عند ترتيب البيانات للمشاهدات تصاعديا أو تنازليا، ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. يعني نبدأ نرتب البيانات تصاعديا أو تنازليا. الوسيط حيكون هو القيمة، حنقول فاء الوسيط أو في الوسيط. ركز في فرق بين الوسط والوسيط. فاء الوسيط يكون هو القيمة، الوسيط يكون هو القيمة مالها التي يقع 50% من البيانات قبلها في الترتيب و50 من البيانات بعدها في الترتيب. إذن حنقول في هذه الحالة الوسيط يكون هو القيمة التي يقع 50% من البيانات قبلها في الترتيب و 50% من البيانات بعدها في الترتيب. إذا معلومات لسه بسيطة. الوسيط أنا أروح في البداية أرتب البيانات حقي تصاعديا أو تنازليا. فالوسيط حيكون هو القيمة، الوسيط حيكون القيمة التي يعني 50 من البيانات حتكون قبل، 50 من البيانات حتكون إيه؟ حتكون بعد. طيب برضه ملاحظة، لو كان عدد البيانات فرديا، برضه ملاحظة أخرى، إذا كان عدد، البيانات فرديا، فين حيكون الوسيط؟ أين حيكون موقع الوسيط؟ لو عندي البيانات فردية، يعني مثلا 7 بيانات، الوسيط حيكون فين؟ ممتاز، برافو عليك، حيكون في الوسط. حنقول إذا كانت فرديا أو يكون الوسيط موقعه فين؟ هو المشاهدة التي في المنتصف. نبدأ احنا بحاجات بسيطة كده وبعدين ندخل للحسابات. هو المشاهدة الموجود في المنتصف. إذا حيكون هو المشاهدة التي فين؟ التي في المنتصف. طيب لو كان عدد البيانات زوجيا، الحالة الثالثة نقول إذا كان عدد البيانات
زوجيا. اذا كان عدد البيانات زوجيا يعني اربعه سته، هنا فرديا. اذا كان عدد البيانات زوجيا فان الوسيط حيكون فين؟ ممتاز، برافو، ممتاز ممتاز، ايوه تمام. في طالبات متابعين معي بشكل جيد، ممتاز. لازمكم تتابعوا معي، لو نمتم هنا حنام مش بشرح حاجة. إذا في الحالة حنقول إيه؟ فإن ننتبه لهذه الأشياء قد تأتينا في الصح والخطأ، تأتينا في الفراغات. فإن البسيط هو متوسط يعني أروح أجمع المشاهدتين التي في المنتصف وأروح قاسمهم على عددهم. إذا نقول هو متوسط أو يعمل المتوسط المشاهدتين، يعني احنا باخذ المشاهدتين واقسمهم على اثنين. إذا هو متوسط المشاهدتين اللتين في المنتصف. طيب قبل ما ندخل الأشياء الرياضية، لا ممكن نبدأ بالحاجات البسيطة اللي نتسلى فيها، وبعد كده نبدأ مثلا مثال. حنخذ على كل حالة مثال، عندي مثال مثال يقول لي أوجدي الوسيط لمين؟ لدرجات الطالبات في المثال السابق. حنقول لدرجات الطالبات الآتية، عندي درجات الطالبات 60، 72، 40، 80، 63. الحمد. طيب ننتبه لحاجة، لاحظوا قد يأتيني سؤال في الاختبار مثل هذا السؤال، بسيط جدا وجميعنا نستطيع نضمنه، لكن ايش تتوقعوا الخطأ؟ حتقولوا لي البسيط هنا كم؟ يلا شوف كم الوسيط هنا؟ أو أنا عندي عدد البيانات فردية. ممتاز. سارة ومنى على طول قالوا النتيجة 63. حنين قال نرتبها. طبعا سارة ومنى على طول حسبوا الناتج، لكن الاصل احنا نبدا الاجابه نقول نرتبها اما تصاعديا او تنازليا. فاحيانا تجي اسئله بهذا الشكل بسيطه واحنا نضعها عشان الطالب او الطالبه يضمن درجات، لكن بعض الطلاب او الطالبات يستعجل، فانا ابدا اقول ايه مثلا نرتب البيانات تصاعديا. اذا اول خطوه نرتب. طبعا مثل هذا السؤال ممكن يجي في الاختيارات في الصح والخطا، لانه ما يحتاج حسابات كثيره. اذا نحن نرتب في البدايه، نرتب البيانات تصاعديا او تنازليا. تصاعديا يعني حبه من الاقل الى الاكثر، حبه الاصغر 41 وبعدين 60 وبعد ال 60 63 72 الأخير ثمانية. برافو صح، ممتاز. إذا أرتب طبعا أشوف البيانات عددها فردي ولا زوجي؟ عددها فردي. عدد البيانات أو عدد المشاهدات فردي. إذا الوسيط حيكون إيه؟ القيمة اللي في النص، لأنه إحنا زي ما قلنا في البداية الوسيط حيكون 50% قبله و 50% بعده، يعني 50 من القيم بعده و 50 من القيم. إذا حنقول بما أن عدد المشاهدات فردي، حنقول بما أن عدد
المشاهدات فردي. إذا الوسيط في المنتصف، إذا الوسيط في المنتصف اللي هو إيه؟ 63. إذا ننتبه لهذه الفقرات، يعني في طالبات شطار أحيانا في أسئلة زي هذه يخطأوا فيها، يعني أحيانا الواحد يفرح في السؤال البسيط و يروح عليه السؤال، لأنه في أسئلة طيب نأخذ مثال آخر، مثال آخر يقول لي أوجد الوسيط لدرجات الطالبات، أوجد الوسيط لدرجات الطالبات الآتي، يعني مثلا عندي 72 60 72 40 80 63. كما تبعنا في المثال السابق حبدا ارتب البيانات مثلا تصاعديا، راح اقول ارتب البيانات، نرتب البيانات تصاعديا تصاعديا. اذا هذه اول خطوه قبل ما ننظر الى اي منظور اخر، تصاعديا اذا نحدد اقل قيمه 40 وبعد ال 40 60، بعد ال 60 63، بعد 63 72 برضه 72 موجوده، واكبر قيمه 8. اذا رقم واحد نرتب البيانات تصاعديا، طبعا لو في قيمتين متشابهتين نكتبهم. طيب اشوف عدد البيانات 1 2 3 4 5 6، عدد البيانات هي يعني ايه؟ عدد البيانات زوجي. فانا راح اروح للقيم الموجوده في الوسط، حروح اخذ متوسط المشاهدتين اللتين في المنتصف. عندي هذه المشاهدتين اللتين في المنتصف، فانا اخذ متوسطهما، متوسطهما حجمعهم واقسم على اثنين. اذا حقول ايه؟ حيث ان عدد البيانات او المشاهدات زوجي. اذا حتبع، اذا حنقول في هذه الحاله فيكون الوسيط، اذا حنقول فيكون الوسيط هو او متوسط ايه؟ متوسط المشاهدتين اللتين في المنتصف، هو متوسط المشاهدتين اللتين في المنتصف. احنا خلاص حددناه، يعني حبقى 63 زائد 72 على 2. اذا حنقول ايه؟ اذا حنقول مين الوسط او المتوسط يساوي ايه؟ وراح نجمع 63 زائد 72 على 2 يساوي، وراح نجمعهم واقسمهم على 2 حقين ايه؟
حدي لي 67 ونص. برافو. انا لاحظت الان في الشات في ثلاث طالبات حسب الوسط بشكل صحيح، او اربع طالبات، ملاف وحنين وساره ومنى. حرقه الناتج كان 63 ونص. اذا ننتبه لما تجينا مساله بهذا الشكل، يعني المساله بسيطه جدا، ما نستعجلش في الاجابه على هذا السؤال. نبدا نتاكد. رقم واحد نرتب البيانات تصاعديا، رقم اثنين اروح اعد البيانات اشوف هل هي فردي ولا زوجي. اذا كانت فردي خلاص مباشره، اما اذا كانت زوجي اشوف احسب متوسط القيمتين اللتين في الايه؟ اللتين في المنتصف. هيعطي لي ايه؟ هيعطي لي الوسيط. ايش كتبنا هنا؟ المعدلة، هذا اللي هو الوسيط. المقطوع الوسيط حيكون ايه؟ القيمة الموجودة في المنتصف. طيب برافو يا سارة. سارة برضو لسه أرسلت. طيب يعني زي ما ناقشنا الوسط أو المتوسط في حالة البيانات العادية، وبعد كذا ناقشنا في حالة البيانات المبوبة، يعني اللي هي موجودة في جداول تكرارية. فاحنا برضو نريد نحسب الوسيط في حالة البيانات المبوبة، وهذا مهم جدا. حنخذ الوسيط في حالة البيانات المبوبة. طبعا نقصد في وجود الجداول التكرارية، يعني لما يكون عندي الجداول التكرارية. طيب حشرح بسيطة جدا، فقط يحتاج نحن إلى تركيز ومتابعة. طبعا قبل ما نوجد أو نتعلم إزاي نحسب الوسيط في حالة البيانات المبوبة أو اللي هي في وجود الجداول التكرارية، نحتاج نتعرف على ما يسمى بالفئة الوسيطية. ما يسمى طبعا احنا في بالنسبه في هذه الحاله حنحتاج نحسب ايه؟ حنحتاج نحسب الوسيط حسابيا ونحسبه ايه بيانيا. طيب قبل ما نخش في الحسابات الحسابيه او البيانيه او الرسم في الحاله البيانيه، نحتاج نعرف مصطلح مهم جدا جدا اللي هو الفئه الوسيطيه. ماذا نقصد؟ ماذا نقصد بالفئه الوسيطيه؟ طبعا الفئه الوسيطيه هي الفئه التي يقع فيها الوسيط، هذا تعريفها، هي الفئه التي يقع فيها الوسيط. طيب لأن المصطلح هذا مهم جدا جدا، حنتعامل معه بشكل كثير. طيب ننتقل الآن لحساب الوسيط بيانيا. ننتقل إلى حساب الوسيط حسابيا. طيب حنتبع في الحقيقة الإجراءات التالية. طبعا أنا يهمني تنفيذها أثناء الشغل، إزاي ننفذها وهذا المهم، لكن ومع ذلك إحنا نسردها. حنتبع الخطوات التالية. في عندي خطوات، الخطوات اللي حنتبعها
رقم واحد نكون الجدول المتجمع الصحيح باستخدام الحدود الحقيقية. واحنا الحمد لله قد درسنا المتجمع الصاعد وحلينا عليه التمالي، وبالتالي احنا نحتاج هنا اذا رقم واحد نكون الجدول المتجمع الصاعد. مهم جدا هنا حنقول حنستخدم الحدود الحقيقية، نقول باستخدام الحدود الحقيقية. وانا عرفنا في المحاضرات السابقة ازاي نكون الحدود الحقيقية او ازاي نحسبها. اذا هذه اول خطوة، نروح مكونين جدول متجمع الصاعد. الخطوة الثانية وهي مهمة جدا، ان انا احدد رتبة الوسيط، يعني الوسيط حيكون فين؟ إذا الرقم اثنين، إذا حنقول رقم اثنين نوجد رتبة الوسيط اللي حتكون رتبة الوسيط اللي حتكون في الحقيقة n على اثنين. طبعا سواء كانت n فردية أم زوجية، حنقول سواء كانت n فردية أم زوجية. طيب بعد ما حددنا رتبة الوسيط نحدد مكان الوسيط بعد حساب n بين التكرارات المتجمعه في الجدول الصاعد، ونضع خطا افقيا يمر داخل الفئه الوسيطيه. احنا خلاص عرفنا الفئه الوسيطيه هي الفئه التي يقع فيها الوسيط. طبعا انا ما اريد حفظ هذه الخطوات، اريد تنفيذها، لكن خلي احنا نكتبها ونشرحها. اذا حنقول ثلاثه نحدد مكان الوسيط، يعني شوف الوسيط يقع فين؟ حنقول بعد حساب، بعد حساب n على 2 بين التكرارات المتجمعة في الجدول المتجمع الصاعد. إذا المكان الوسيط حيكون فين؟ انتبه، بين التكرارات المتجمعة في الجدول المتجمع الصاعد، في الجدول ونعمل إيه؟ نضع خطا أفقيا، نقول ونضع خطا أفقيا، ماذا الخط الأفقي يمر داخل الفئة الوسيطية، يمر داخل الفئة الوسيطية. طيب برضه في معلومات حنقول بيكون حرز التكرار المتجمع الصاعد بإف واحد، والتكرار المتجمع اللاحق بإف اثنين، وحدد البدايه الحقيقيه للفئه الوسيطيه وحرزها بالرمز. طبعا التفصيلات حقها في القانون التالي، اذا في الحاله حقول الميل للوسيط يساوي زائد، انا فضلت اكتب القانون على
صوت الآن. يلا الحمد لله كويس. ممتاز. طيب في الحقيقة راح استخدم هذا القانون اف 2 ناقص اف 1 في ال. مهم جدا طبعا احنا لما نحل المسائل نحل أكثر من مسألة. حلناكم في السنة الأخير هذا القانون أصبح موجود لدينا في الذاكرة. فمهم جدا نكتب القوانين بشكل صحيح عشان نحسب الحسابات بشكل صحيح. طيب طبعا احنا لما نكتب قانون لابد نوضح الرموز الموجودة هنا تعني ايه بالضبط. طبعا الايه انا حقصد هي البداية الحقيقية وحنمثلها الان ان شاء الله. البداية الحقيقية للفئة الوسيطية. للفئة الوسيطية. المال اف 1 ايش تقصد فيه؟ المال اف 1 اف 1 نقصد فيه ايه؟ التكرار التكرار المتجمع السابق. يعني انا لما حعمل خط بصوا معي هنا فالاف 1 التكرار المتجمع السابق لهذا الخط. نقول التكرار المتجمع السابق لهذا الخط. ايش من خط؟ هذا الخط. يعني لما اعمل خط افقي يمر داخل الفئه الوسيطيه اف 1 التكرار اللي قبله. اما الاف 2 ايه؟ اف 2 هي التكرار المتجمع اللاحق لهذا الخط. اذا اف 2 التكرار المتجمع اللاحق لهذا الخط اللي هو ايه؟ اللي هو هذا الخط. الخط الافقي اللي يمر داخل الفئه الوسيطيه. طيب يبقى معنا ال هو عباره عن ايه؟ طبعا احنا الان بعد قليل ان شاء الله حنفذ هذا الكلام وحيبقى واضح لنا عند دراسه المثال الاتي. الآن الصوت مرة ثانية. يبدو أنه كان الصوت مغلق. الآن الصوت غريب. كنت قلت الصوت واضح. إيش اللي أغلق؟ ليه أغلق؟ الآن الصوت موجود. الصوت موجود الآن. غريبة أن أغلق الصوت والله. طيب مرة أخرى. مرة أخرى. حنستخدم هذا القانون بعد ما نحدد مكان الوسيط بعد حساب ان على 2 حنلاقوا بين التكرارات المتجمعه في الجدول المتجمع الصاعد. فانا حراع خط افقي يمر داخل الفئه الوسيطيه. واحنا قلنا قبل قليل الفئه الوسيطيه هي الفئه التي يقع فيها الوسيط. بعد كده حستخدم هذا القانون في حساب الوسيط حرمز له بالام اي بي اللي هو ميديان. المغيرات اللي هنا الـ A هي عبارة عن البداية الحقيقية للفئة الوسيطية. F1 هي
التكرار بيجمع السار لهذا الخط اللي هو الخط الافقي. اف 2 هي التكرار بيجمع اللاحق لهذا الخط اللي هو الخط الافقي الذي يمر داخل الفئه الوسيطيه. اما ال هي طول الفئه الوسيطيه. طيب طبعا هتتضح الامور بشكل كبير عند دراسه المثال الاتي. هيجي لي مثال قول لي عاوزين نحسب احسبي الوسيط لاعمار الطالبات في المثال لاعمار الطالبات الموجود لاعمار الطالبات الآتية أو التالية. هذه السؤال بهذا الشكل، طبعا عندي فئات الأعمار ماشي اكتب لي جدول ماشي مشكلة. عدد الطلاب أو الطالبات فهذا الجدول أعتقد كان موجود لدينا قبل قليل لما ماشي خلينا نكتبه 5 إلى 6 من 7 إلى 8 ومن 9 إلى 10. طبعا الجدول هذا استخدمناه في حساب الوسط. أحيانا قد يجي جدول واحد ونقول احسب الوسط الوسيط والمنوال كل الحسابات. هنا عندي من 11 إلى 12 وعندي هنا من 13 إلى 14. هنا أعمار الطالبات من 5 إلى 6 كان 2 وهنا 5 وهنا 8 وهنا 4 وهنا 1. طيب أول خطوة نتبع الخطوات اللي قلناها قبل قليل. نتبع الخطوات. رقم واحد مكون الجدول، مكون الجدول التكراري المجمع الصاعد. إذن أول خطوة هنتبع الخطوات. رقم واحد مكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد. عشان كده احنا في المحاضرة السابقة في الأسبوع الأخير قبل العيد ركزنا، قلنا أن الجداول مهمة جدا نتعلمها لأنه هنستخدمها بعد كده. إذا نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد كالآتي أو كما يلي. طيب طبعا احنا قبل كده تعلمنا كيف نكون هذا الجدول، لذلك أنا حكتب النتائج مباشرة. إذا جدول التكرار الصاعد هنا حنقول فئات التكرارات بنفس الأسلوب الذي درسناه سابقا، فئات التكرارات المتجمعة الصاعدة. طيب احنا كنا نقول اقل من وهكذا حكتبها، كنا نكتب على طول، كنا نقول اقل من في حالة الهابط كنا نقول ايه اكبر من، اقل من وراح اخذ ايه الحد الادنى الحقيقي. يعني مثلا عندي هنا اقل من 4.5. يعني احنا كنا في خطوات، لو رجعت من الخطوات اللي قلناها قبل قليل كنا نكون الجدول المتجمع الصاعد باستخدام الحدود الحقيقية. يلا حيبقى أقل من الحد الأدنى الحقيقي، حيبقى 4.5. بعده أقل من 6.5، حأخذ أقل من هذا الحد الأدنى 6.5، وهكذا أقل من 8.5، أقل من 10.5، أقل من 12.5، أقل من
12 ونص. دي 13. طبعا الأخيرة هاخد إيه؟ هاخد الاثنين، أقل من 12 ونص وأقل من 14 ونص. كما شرحنا خلاص يعني في حاجة شرحت قبل كده، لم يعد هناك وقت أو متسع. طيب وروح واخذ التكرارات العمود الثاني. إذا هذا العمود الأول، العمود الثاني بيمثل ايه؟ التكرارات المتجمعة الصاعدة. التكرارات المتجمعة الصاعدة. التكرارات حتكون في التالي، أقل من 4.5، ما فيش، صفر. وبعدين ايه؟ 2.5، اثنين، اسف، اثنين، وبعد كده ايه؟ 7، 15، 19، 20. طبعا الرقم الاخير لازم يكون عباره عن مجموع كل التكرار. اذا انا متجمع الصاعد يعني بدات من تحت وطلعت فوق. متجمع الصاعد بدات من تحت وطلعت ايه؟ من فوق. فأقل من 4.5 ما فيش، أقل من 4.5 ما فيش، صفر. وبعدين أقل من 6.5 اللي هي 2، وبعدين أقل من 8.5 اللي هو 2 زائد 5 اللي تعطيني 7، وهكذا. أقل من 10.5 حق 2 زائد 5 زائد 8، يعني 7 و 8 15. أقل من 12.5 حد معها، وبعدين أقل من 14.5 يبقى المجموعة الكلية حد معك. طيب وهذا شرحناه أثناء شرحنا المجمع الصاعد. فمهم جدا نكون فاهمين إزاي طلعت هذه الأرقام، واللي يبقى المسألة كلها غلط، يبقى المسألة كلها غلط. إذا أول خطوة نستخدمها، أنا الآن عمال أشرح الكلام اللي قلته قبل قليل. الآن نحسب إن على 2، ها كم تتوقعوا إن على 2 حدي لي كم؟ أشوف أنتم مركزين معي، إن على 2 حدي لي كم؟ إذا الخطوة الثانية نحسب إن على 2، الرقم الخطوة الثانية نحسب ان على 2. ايش عندي ان على 2 في مسألتي هذه؟ ها الان اللي مجموع التكرارات. كم مجموع التكرارات هنا؟ الان اللي مجموع التكرارات، كم مجموع التكرارات عندي؟ 20. اذا حقسم 20، اذا نقول نحسب ان على 2 اللي هي ايه؟ هي تساوي 20 على 2 ويساوي كم؟ 10. إذا الخطوة الثانية نحسب إن على 2 اللي هي 10. طيب العشرة هذه نروح نشوفها فين، يعني تقع بين أي قيمتين، نروح نشوفها في التكرارات. العشرة حتقع بين 7 و 15. إذا الخطوة الثانية نحسب إن على 2. إن على 2 اللي مجموع التكرارات، من فين طلعنا مجموع التكرارات؟ من 2 18 15 19 20. إذا حقسم 20 على 2 10. ال 10 هذه أروح أشوفها فين؟ أروح أشوفها في التكرارات. هي تقع بين 7 و 15. إذا أروح أعمل خط أفقي، إذا هذه أول خطوة. إذا هذا الخط الأفقي. نحن إيه؟ يعني بمعنى بتحديدنا ان هذا الخط الافقي نكون حددنا الاف 1 والاف 2 والاي والال، ونستطيع نحسب الايه؟ الوسيط. طيب الان راح اشوفكم انت
معاك. طيب، تكرار الوسيط المتجمع، خلاص احنا عرفنا تكرار الوسيط المتجمع 10. طيب، قبل اريد ان احسب الان اف 1 اف 2. ها، حشوفكم انتم معايا. الاف 1 اللي هي بكام؟ الاف 1 اللي هي 7، صح، ممتاز، اللي تكرار السابق للخط الافقي. لاحظوا انا عندي هنا خط افقي، في هذا خط افقي، ركزوا معايا. في عندي تكرار سابق، في عندي تكرار لاحق. الاف 1 اللي هي 7، امال الاف 2 اللي هي التكرار اللاحق حتكون كم؟ 15. برافو، ممتاز ممتاز. 15. بص معي، هذا التكرار السابق، انا عندي الخط الافقي عشان نطبق القانون اللي خلناه قبل قليل. هذا الخط الافقي، في عندي تكرار سابق اللي هو اف 1، تكرار لاحق يعني بعد الخط الافقي اللي هو اف 2. قلنا احنا حنقول خط افقي، التكرار السابق اللي هو اف 1 اللي هو 7، التكرار اللاحق اللي هو 5. الاي، احنا قلنا الاي هي عباره عن البدايه الحقيقيه للفئه الوسيطيه اللي حتكون كم؟ حتكون عباره عن 8.5. اذا من خلال هذا الجدول استطعنا نحدد هذه الاي. طيب، وهذه القيمه السبعه، هذه الاف 1 قبل الخط، وهذه اف 2. إذا حكتب هنا حسب بس ما، إذا حنقول الـ A هي بداية الفئة الوسيطية، لأن أنا عندي هذه الفئة الوسيطية، بصي معك هذه الفئة الوسيطية، فبدايتها كم؟ 8.5. F1 اللي هي 7، F2 اللي هي 15، يبقى معنا نحسب L. L حروح نلاقي ال حيبقى 10.5، وحتبقى هذه القيمة ناقصة، يعني في طول الفئة الوسيطية حيبقى هو 10.5 ناقص 8.5. إذا ال هي عبارة عن 10.5 ناقص 8.5، واللي حيعطيني كم؟ حتعطيني بإيزي. إذا الآن أستطيع أستخدم القانون اللي كتبناه قبل قليل، أهم القاعدة مرة ثانية، نشوف هو موجود فين. حددت الـ L وحددت الـ A والـ F1 والـ F2 والـ L، خلاص الآن أستطيع أحسب الوسيط حسابيا. إذا حنروح مطبقين الآن القانون، حنطبق القانون، حنمشي خطوة خطوة بناتي، خطوة خطوة. إذا الوسيط اللي هو الميل يساوي، احنا قبل قليل كتبنا بالقانون، قلنا يساوي ايه؟ زائد ان على اثنين ماينس اف واحد على اف اثنين ماينس اف واحد في ان. انا عوض تعويضات مباشره، خلاص مشينا خطوات خطوه خطوه. الان استطيع، هذا حيساوي الاي ثمانية ونص زائد إن على اثنين، قلنا إن على اثنين عبارة عن عشرين على إيه؟ على اثنين. إف واحد اللي بسبعة، التكرار اللي سابق للخط. إف اثنين، التكرار اللي لاحق للخط الأفقي اللي كان قلنا 15، ماينس إف واحد اللي هي سبعة. في إل، اللي حسبناه بثلاثة، ونحاول طيب، والان لابد نحسب بشكل صحيح، نستخدم الان الحاسب بشكل صحيح، ما محددين اي النتائج غير صحيحه. اذا نحسب خطوه خطوه، نقول 8.5 زائد عندي هنا 20 على 2 10، حتى 10 ناقص 7 يعطيني 3، 15 ناقص 7 يعطيني كم؟
8، وهذا مضروب في 2، تنابع يساوي 8.5، 2 في 3 في 6. نستطيع نختصر لو عاوزين، نستطيع نختصر. حب 2 على 2 1، 8 على 2 4، يبقى زائد 3 4. مستخدم الآلة الحاسبة حدي لي الناتج كم؟ 9.25. إذا المصير حسابيا نستطيع الحصول عليه بهذا الشكل. حتلاحظوا لما نحسب الوسط والوسيط والمنوال لمشاهدات مبوبة أو جداول تكرارية، يعني عشان تعرفوا إنه شغلكم صح، حتلاقوا في الغالب القيم متقاربة من بعضها، يعني القيم قريبة من بعضها. لما تشوفهم في السكوم مثلا، الوسط طلع قيمة والوسيط طلع قيمة أخرى والمنوال طلع قيمة أخرى، يعني في معنى خطأ، في معنى خطأ في حسابنا. طيب، ونكون كده تعلمنا ازاي نحسب الوسيط حسابيا. طيب نشوف كيف نحسب الوسيط بيانيا. طبعا مهم جدا نرجع مره اخرى نراجع المنحنيات للمجمع الصاعد، المجمع الهابط، لان حتلاقوا استخدمنا اكثر من مره. طيب برضه حنشوف كيف نحسب الوسيط بيانيا. يعني هو كويس لما نحسب الوسيط بيانيا، طيب برضو حنقول حساب الوسيط، حساب الوسيط بيانيا. برضه نستطيع نحسبه الوسيط بيانيا، نستطيع حسابه من خلال المنحنى المتجمع الصاعد او المتجمع الهابط كلنا على حدة، او نروح ناخذ تقاطع المنحنيين في رسم واحد. اذا حساب الوسيط بيانيا اما يعني من المتجمع الصاعد أو المتجمع الهابط أو من تقاطع هذا المنحنى مع هذا المنحنى. إذا نستطيع حساب الوسيط من منحنى المنحنى المتجمع الصاعد أو منحنى المتجمع الهابط أو من تقاطع هذين المنحنيين. يعني لما نرسمهم في رسمة واحدة. إذا لحساب الوسيط بيانيا إما من المتجمع من منحنى المتجمع الصاعد أو منحنى المتجمع الهابط أو منهما معا، يعني أعرف راسمهم مع بعض وأخذ نقطة التقاطع. طبعا ايش اللي يحدث بالضبط؟ طبعا حنحدد نقطة N على 2 على المحور الرأسي للتكرارات. أروح للمحور الرأسي وأروح أحسب N على 2 على هذا المحور، وأرسم منها خطا أفقيا موازي لمحور الفئات إلى أن يلتقي بالمنحنى في النقطة، بعد كذا أروح نازل عموديا. ألاقي نفسي إيه؟ حسبت قيمة الوسيط بيانيا. طبعا هذا الكلام بالنسبة للصاعد وبالنسبة للهابط، ولكن بالنسبة لما نرسمهم مع بعض الحالة الثالثة، نقطة تقاطع أروح نازل على محور الفئات أحصل على. طيب طبعا في المثال السابق حنحسبه بيانيا. حط المثال، احسب
الوصي بيانيا من المثال السابق لأعمال الطالبات. طيب، في الحقيقة أنا أحتاج أو حبدأ به أعمال الشاشة السوداء. ليه سوداء؟ ايوه طيب، اللي تحدد عندها مشكله تخرج وترجع مره ثانيه، نخرج ونرجع ايه؟ ونرجع مره ثانيه. طيب الان حنوجد الوسيط بيانيا، حنقول الحل طيب انا حاول بس امدد الجلسه، يبدو ان مسجلة. المحاضرة 8، المحاضرة اللي بعدها 9.